جاي اقول والله الماتيريال اللي انت حطيتها لي هنا اهو دي كده دي اصلها واحد في واحد اهي. هتيجي تقول له هنا ايه؟ طب تمام حطيتها اهي. ايه ده؟ دي اختفت. طب اعمل كده هنا اساين واعمل هنا شو؟ كبيرة ما هياش متظبطة. بس هنا مكتوب ايه؟ كام؟ 1 سنتي. مهم جدا زي ما انت حطيت هنا علامه صح ليوز ايه؟ ريل وورلد سكيل. تيجي هنا جوه موديفاي وتيجي تحط هنا علامه صح على مين؟ قرب ريل وورلد سكيل. تمام اختفى. وطبيعي انت قلت له روح استخدم المقاسات الطبيعيه حلو اللي هي كام سنتي؟ ما احنا اتفقنا ان الوحده ايه 50 يبقى الاربعه كام؟ 200. اكتب كده هنا 200 واكتب هنا اهو 200. ظبطت؟ انتوا معايا ولا؟ المقصود من اللي انا عملته ده ان انا ازاي اروح احط سكيل او اروح احط بلاطه بمقاس هندسه عشان دي مهمه. طب ثم حلو والبلاطه نزلت. طب ماشي تعالى بقى نديلها هنا اهو ريفلكشن. ريفلكشن اللي هو ايه؟ انعكاس. وعايز اديلها كمان شكل العرموس او اللي هي البارز والغير بتاع الارض. هو العرموس ده كنت بعمله منين يا لما؟ ايوه لا بام. ما انا لو عملت ديسبليس هيبقى جبل يعني هيبقى الطلعه والنازله بتاعته عاليه. لا هاجي اخش هنا على بام وهاجي اخد هنا بيت ماب وهاخد هي الصوره بس الايه؟ الجري. ما هو لو ابيض واسود احسن. ودي هتعملها على الفوتوشوب. انت معايا؟ طب هنا المتاح بالنسبه لي جري ماشي. وممكن اديكم محاضره في موضوع الفوتوشوب ان انت ازاي تخليها جري او تخليها جري. بس استنى هنا اهو مش انت رحت اخترت البامب؟ ما انت لازم تعمل نفس العامله تاني اللي هي يوزر ريل اهي وخلي دي كده كام سنتي؟ نفس القيمه عشان التقسيم ما تبقى طالعه صح. بص بانت شويه؟ لا لا مش قوي. طب خلاص تعالي يا نشوه كده وخلي بدل بامب ما هو 30 هخلي هنا 1000. وده مش هيحصل ده انا بس بعملها للتجربه. خدت بالك؟ ما بانتش؟ حاجه خليها هنا مثلا هخليها 50. طب تمام. تعالى بقى بعد ما انت جيت عملت الكلام ده هدي له سنه ريفلكشن. الريفلكشن هو عباره عن الضلع الثاني اللي موجود عندي هنا. فهو بيقول لك الريفلكشن ده انت ممكن تعمله بحاجه. ممكن هنا اهو فين قيمه الريفلكشن؟ قيمه الريفلكشن موجوده في المربع الاسود ده. هو انت قصدك ان انت بتروح وتخلي الريفلكشن ده موجود عن طريق درجه اللون؟ اه. اللي هي ايه؟ ما بين الاسود والابيض. طب انا لو عايز نص ريفلكشن اخليها جري. يعني مثلا لو انا عايز انعكاس كامل بس يفك اهو حاجه اخليها ابيض خالص. بص انا حاجه اقول له هنا اوكي. انعكس ولا انعكاس فيه؟ هو افتح شويه بس. ما هو افتح ليه؟ هو كده عكس الجري. ايوه. عشان يبان خليها دي ترانسبيرنت كده. اصبر عليه شويه. بس ده ايه؟ ده بقى يعني واخد ورديش لميع للصبح. انت فاهمه؟ لا ده احنا عايزين انا بس بوريها له بفرجوا عليه. تعالى هنا اهو كده وخليها هنا اهو متوسط شويه. بس خد بالك الحاجات دي بتاكل شويه من الايه؟ من المكنه يعني. بص هيقل ازاي؟ تعالى كده بص. انتوا معايا يا جماعه فين؟ يبقى معنى كده ان انا بحسب درجه الريفلكشن عن طريق ايه؟ درجه مربع اللون. طب شكرا. في زتونه بقى هنا في المستخبي اللي هي ايه؟ هنا انت ما عندكش ريفلكشن خالص. طيب مش هتستخدم مين؟ لا ده انا هروح استخدم هنا صوره. ايه ده؟ صوره؟ اه. اللي هي انهي بقى؟ اللي هي دي. كل درجه لون فاتح في الصوره هي اللي تدي انعكاس بس. الغامق ما يدكش انعكاس. خدت بالك؟ وده الواقع. طب بس برضك هتعمل نفس العمل. هتيجي تخلي دي كده نفس الماكس. تعالى كده نتفرج. شايف؟ وهتبان اكتر لما اجي اعمل لك رندر. في زتونه صغيره. بيقول لك هنا في حاجه اسمها ان هي الار جلوسنس اللي هي رقم واحد اللي هي عباره عن ايه؟ هقول لك. لو انت جاي كشاف كده هندسه وجاي مثلا على السبوره كده وقربته، انت هتشوف ايه؟ هتشوف بعد اضاءه، صح؟ فهتلاقي ان انت عندك دي بتلمع اكتر، صح؟
طب لو انا جيت نورت الحيطه الناحيه الثانيه في مسافه اهو ما بين الكشاف والحيطه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي درجه اللمعه ايه؟ قلت. نفس القصه، كل ما القيمه عندك قربت من الواحد فاللمعه زياده قوي، كل ما قلت وبقت مثلا 0.3 هتلاقي اللمعه عندك هنا طفت بقى مط. حد معايا ولا فين؟ ماشي، خليها لنا بس هنا 0.9 مثلا، خليها بتلمع قوي، وتعالى نروح نعمل رندر. بص عامله ازاي؟ تعالى خليها لي هنا كده 0.4. بص اللمعه بتاعت البركيه هتبقى عامله ازاي؟ بص اصبر عليه سي. شايف حاجة؟ والمنطقي ان انت عندك الباركيه ما بيلمعش قوي، الا اذا كان واحد بقى بيحب الدنيا تبرق فيدهن ورنيش لميع، وده فيه ورنيش لميع وفيه ورنيش معايا؟ هاجي كده هنا هعمل اساين وشو، وهاجي هعمل دي كده رندر. يبقى معنى كده ان الحته دي انا بعملها عشان لو انت حبيت تروح تغير في درجه التايلنج اللي هي بتاعت الشوط بتاعك تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. وهفتحه وهوريه لك دلوقتي. يعني كده اي ماتيريال عايز احطها لازم اعملها على الفوتوشوب الثلاث درجات دول. ده يستحسن لو انت عايز شوطك يبقى طبيعي. لكن في ناس تقول لك ايه ما حدش ياخد باله. لا الناس تاخد بالها، الناس تاخد بالها، بس هو مش هيقول لك ان انت المرايه مش طبيعيه او الريفلكشن مش طبيعي. شوط حلو وطبيعي؟ لا. طب انت فيه ايه؟ مش عارف، بس هو مش طبيعي. تحس ان هو فيك كرتون. طب ليه يا سيدي؟ عشان انت ما خدتش بالك من الحتت الصغيره دي. يعني انت ما تجيش لترابيزه زي دي تخليها لي مرايه. انت ما تهزرش. طب حتى لو انت عايزها تلمع يبقى الاطراف الفاتحه بس لان الناس على اللايت هي اللي تلمع، لكن ده بالغامقه ما تلمعش. حد فاهم المقصود؟ عندك بقى احسن اول شايف اللمعه بقت فين؟ الجزء الابيض بس. ودي سجلها كده مهمة عندك ان احنا ايه هنبتدي ان احنا نشرح جزء من الفوتوشوب اللي هو ان انت ازاي تطلع الصورة فين. بس دي مش اكتبها كده انها مش ببلاش قصادها اتنين اسايند. يبقى كده انت عندك صلاح علي كام؟ اتنين. مش تبقى فاكر بس عشان هو بيخم. نشوفها هنا كده في الفيديو عشان تبقى باينة اهي. وعايز اوري بس ابو مسعد اللي هو ايه الحتت اللي هي فيها نويز اهي. اللي هي جنب اللايت، ودايما النويز ده هيظهر لك اذا كان اللايت عندك ضعيف. بص ضعيف، بصي خدت بالك؟ انا هعمل هنا كده سيب واحفظها هنا وهاجي اقفل دي كده اهي ولسه مخلصش كمان وهاجي هعمل دي كده ستوب.